هدف الحملة توعية وتثقيف الناس بخطورة المخدرات، أعراضها، أسبابها، وكيف اكتشاف شخص مدمن في البيت أو المدرسة. حملتنا تستهدف فئات مختلفة من سن المراهقة إلى وما فوق، تستهدف الطلاب والطالبات، تستهدف الأسر، تستهدف المدارس والجامعات. عندنا اليوم تقريبا 6 أركان. عندنا ركن العلاج، خطوات العلاج والإرشاد، عندنا ركن مراحل الإدمان، عندنا ركن المخدرات وأسبابها، عندنا ركن الصحة الاجتماعية والنفسية، عندنا ركن التدخين والتدخين وعلاقته بالمخدرات، عندنا تحليل المخدرات، وهذه بصفة عامة. عدد المشاركين يتكون من 15 وما فوق في تخصصات مختلفة. هدف الحملة توعية وتثقيف الناس وتوعية أكبر عدد ممكن بخطورة المخدرات، توجيههم بالجهات الرسمية اللي ممكن تخدمهم سواء كانت حكومية أو أهلية. طبعا الجهات الحكومية راح تكون متمثلة في مجمع إرادة، والجهات الأهلية مثل جمعية تعافي لمكافحة المخدرات. كتشجيع منا للمواطنين قمنا بعمل مسابقة تحفيزية، دعم لها نادي الصفا، راح تكون إن شاء الله تحت رعاية لجنة التحكيم، نخبة من المدرسين إن شاء الله. هدايا قيمة الهدف منها تثقيف وتوعية الناس وتشجيعهم على معرفة هذا الشيء. كذلك عرض آخر قرارات بأن المخدرات آفة يجب التخلص منها، وهدفنا في القطاع وهدف جميع المملكة هو القضاء على هذه الآفة وإنتاج مجتمع خالي من هذه الآفة. احنا اليوم في نادي الصفا نتكلم عن الاقلاع عن المخدرات والحرب على المخدرات. معانا اكثر من 6 أركان جدا مهمه، تبدا بدور العائله في ادمان الشباب وكذلك اكتشاف حالات الادمان بينها، عن اعراض الادمان، عن علاج الادمان، وكذلك عن التدخين وعلاقته بالادمان، والصحة العامة والمدرب الصحي. وإحنا هني اليوم مصرين نحن نتواجد عشان نكشف عن أهمية اللجوء إلى المختصين، لأن ترك المواد المخدرة هذه بدون إرشاد طبي، بدون تدريج أو بدون نصائح الطبيب، قد تؤدي إلى أعراض جانبية جدا خطيرة، حتى ممكن تكون إنه سكتة دماغية أو قلبية لا سمح الله. لذلك مهم أنتم تتواجدوا ويانا هني وتسمعونا، وإن شاء الله كلكم تكونوا بخير.